إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به عنا الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. أما بعد عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، ونحن نسير في سلسلة بالحديث عن الأصول الإيمانية والعقائدية والتربوية، لابد أن نمر على أصل عظيم كان متجذرا في قلوب الأنبياء والصحابة ومن بعدهم من الصالحين. هذا الأصل العظيم لم ينفك نبي من الأنبياء إلا واستعان به ولجأ إليه واحتكم إليه ورفعه أمام كل بلية وأشهره أمام كل عدو. هذا الأصل العظيم أصل تربوي تجده يصاحبك في صباحك ومسائك. هذا الأصل العظيم هو الدعاء، دعاء الله عز وجل. وعندما نتحدث عن دعاء الله والطلب من الله، فإننا لا نتحدث عن مجرد عبادة، أي أن الله عز وجل عندما أمرنا أن ندعوه لم يأمرنا لمجرد أن ندعوه، بحيث لا يترتب على الدعاء الاستجابة. صحيح أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما ندعو الله نحن نتعبد إلى الله عز وجل بالدعاء، فهو عبادة، ولكنه ليس عبادة مجردة من تحقيق المراد، سواء من جلب مطلوب أو دفع مرغوب، بل إن الله عز وجل رتب على الدعاء الاستجابة، بل جعل الله عز وجل الدعاء سبباً للإجابة. وعندما أقول جعله سبباً للإجابة، أي أنني أتعامل معه على أنه سنة كونية كباقي السنن، كما أن الله رتب على حصول الولد، رتب على الجماع حصول الولد، ورتب على الأكل والشرب حصول الري، ورتب على النار الإحراق، جعل الله عز وجل الدعاء سبباً للاستجابة. صدق أو لا تصدق، هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فكما أن النار تحرق، فالدعاء يجلب لك الإجابة. عباد الله، الفرق ما بين الدعاء وباقي الأمور التي هي سنن كونية، أنك قد ترى السنن الكونية بعينك المجردة، أما الدعاء فإنك لا تراه. نعم، أنت ترى إذا وضعت ورقة وأحرقتها ترى شعلة النار وترى المحروق، الورقة المحروقة، ولكن إذا دعوت الله عز وجل فإنك لن ترى الدعاء. الدعاء عندما يصعد إلى السماء فيرجع إليك بأصناف الخير، هذا أنت لا تراه بعينك، ولكن إن كنت مؤمناً ستراه. فكما أنك تعبد الله كأنك تراه وهو يراك، وأنت حالياً لا تراه ببصرك، ولكنك توقن بأن الله عز وجل موجود. والتعويل على رؤية البصر ليس من العلم الكبير، يعني مجرد البصر لا يفيد العلم الكامل. نحن نعلم بمجرد الإحساس البشرة، عندما ينفخ أحدهم في وجهك أنت تشعر بالهواء لكنك لا تراه، فالإحساس أحياناً يكون ويوصل إلى العلم أكثر من البصر. ونحن نعلم من خلال العلم التجريبي والعلم المتطور أن الهواء يحتوي على أكسجين وثاني أكسيد الكربون ونيتروجين وغير ذلك من الذرات، وأنت لا تراها بعينك المجردة لأنها عين ضعيفة. ونحن نعلم أيضاً أنك عندما تجلس أمام رجل ينازع وفجأة يلفظ أنفاسه الأخيرة، أنت تعلم أنه خرج منه شيء،
الروح ولكنك لا تراها. فمجرد عدم رؤيتك لتحقيق الدعاء، عدم رؤيتك للدعاء وهو يصعد إلى السماء، الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك بأن الدعاء يرفع ويصعد إلى السماء، وفي رواية بأن الدعاء يرفع والبلاء ينزل فيعتلجان إلى يوم القيامة، يتحاربان الدعاء والبلاء، إما أن يغلب هذا أو يغلب ذاك. هذا كلام الصادق المصدوق، ولكنك لا تراه بعينك، ولكن إن نظرت بعين الوحي ستراه. ما هي الأدلة من القرآن والسنة على أن الله عز وجل جعل الدعاء سبباً للإجابة؟ قبل ذلك، أحياناً يكون الدعاء ضعيفاً، هناك أمور تضعف الدعاء، كما أن النار أحياناً لا تحرق. لماذا؟ قد يكون لضعف النار نفسها أو لقوة وصلابة المحروق. ضع حديدة وأشعل عليها شعلة قداحة، هل ستسيح ويسيل الحديد؟ هل سيؤثر؟ لا يؤثر. ولكن ضع الحديد أمام شعلة قوية معدة لإصهار الحديد، سيسيح. كذلك الدعاء، إذا كان الدعاء عباد الله قويا في ألفاظه، قويا في الطلب المرجو، قويا في قلبك ويقينك واعتمادك على الله عز وجل، قويا في توكلك على الله واستحقارك لنفسك، عندما تدعو الله عز وجل عليك أن تستحقر نفسك، لا ترى لنفسك فضلا. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفي الفاتحة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. فنحن نتذلل إلى الله عز وجل قبل أن نسأل. فعليك أن لا ترى لنفسك فضلا، فإذا كان الدعاء قويا بذلك وانتفت عنه الموانع التي تمنع استجابة الدعاء ككثرة الذنوب وكأكل الحرام ولبس الحرام والعيش في حرام وكعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا انتفت الموانع وجعلت الدعاء قويا بأسبابه الشرعية، فإن هذا الدعاء سيجلب لك كل مطلوب ويدفع عنك كل الكروب. هذا حق يقين كما أنكم تنطقون. الأدلة على أن الله عز وجل جعل الدعاء سببا للإجابة هو أن الله عز وجل وعد بذلك. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ووعد الله حق والله لا يخلف الميعاد إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي بالدعاء وليؤمنوا بأني أجيب الدعاء. فليس هناك، لا يكفي أن تدعو الله عز وجل وأنت تشك بقدرة الله عز وجل، أدعه وأنت مستحضر أنك تدعو من هو على كل شيء قدير. قال رجل لأحد الصالحين: لماذا أدعو الله عز وجل ولا يستجيب لي؟ قال: أما أنا فأدعوه ويستجيب لي. قال: كيف ذلك؟ قال: أنا أدعو الله بيقين وأنت تجربه. إياك أن تجرب الله عز وجل. عندما تسأل الله اسأله بيقين، اسأله أنت مستحضر أنه على كل شيء قدير. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يحكي عن رب العزة، قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا الهداية أهدكم، فهذا وعد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهذا وعد. قال الله تعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهذا وعد. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله لا يقول إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي آخر، قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني أو ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله الحليم العظيم الكريم الذي هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقال الله عز وجل في حديث قدسي آخر، في الحديث عن الفاتحة،
يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. والفاتحة سميت الصلاة لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فقسمت الفاتحة التي هي أيضا من الدعاء بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. هذا دليل على أن الله عز وجل قال لك: إن دعوت لك ما سألت. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك أنعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي إن إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء. ما هو القدر؟ هو كل شيء، كل شيء يحصل معك هو من القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بنا يعلمنا بأنه لا مستحيل مع الله عز وجل. لا تقل إني عقيم، لا تقل إني لا أستطيع، لا تقل إني ضعيف، لا تقل إن عدوي أقوى مني، لا تتضعف وتسيء الظن بالله عز وجل، بل قل: إن لي رب على كل شيء قدير، إن لي ربا على كل شيء قدير، إن لي ربا قويا عزيزا نصيرا لا يرد من دعاه ولا يرد من لجأ إليه وناجاه، إنه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها أسماء لله عز وجل يعرفنا الله عز وجل بنفسه كي لا نسيء الظن به. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي، ظننت به خيرا يؤتك خيرا، ظننت به سوءا لا تلم إلا نفسك، ولا تقل أدعو وأدعو ولا يستجيب لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، سيستجاب لك ما لم تستعجل. يقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي، اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء ينفع لما نزل ولما لم ينزل، يعني إن نزل الدعاء وحصلت الإجابة فهو خير ينفع، ولكن إن لم ينزل اعلم أن الله عز وجل قد ادخر لك عند الله يوم القيامة من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاء أنه لم يستجب لك في هذا الموضع. أو قد يكون فيه تكفير للذنوب، أو قد يكون فيه دفع للبلاء وأنت لا تدري، لعلك تدعو فلا يستجاب لك، فيكون هذا الدعاء صارفا لحادث كان سيحصل معك في اليوم. وهذا كلام كله عليه أدلة من القرآن والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أو ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، دعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، يعني يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك فيه كل خير إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر. الله أكبر والله أكثر، الله عز وجل كريم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ليس فقط معناه النهر، وهذا قال به أهل العلم، ولكن الكوثر هي بمعنى فوعل من لفظة كثير. يعني الله عز وجل قال: إنا أعطيناك الكثرة الكاثرة، الكثير الكثير، وهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل من اتبعه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأدلة بأن الدعاء سيستجاب حتى لو لم ترجو الإجابة، حتى لو لم تعزم النية. هذا دليل على أنه الدعاء سبب من الأسباب. ما هو الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
وقال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة، وقد ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، حتى لو لم تنوي الدعاء، يا رب كذا، ما قلت لك إلا هو نازل الدعاء. في هناك ساعات، هذا دليل على أن الدعاء سبب، كما قلنا أن النار سبب للإحراق، الدعاء سبب للاستجابة، سواء أردت ذلك أو لم ترد، عقدت النية أم لم تعقد، فاستعن بالله. تخيل معك سلاح من الله عز وجل يقول لك ادعوني أستجب لكم، كيف تفرط بهذا السلاح؟ كيف لا تستعين به؟ نحن نشكو قلة المطر، لماذا لا نستعين بالدعاء؟ لا تنتظر من المشايخ أن يفعلوا صلاة الاستسقاء، لا تنتظر أحدا، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. لا تستهن بدعاء، لعل الله عز وجل يستجيب بسببك مش بسبب المشايخ، لعلك أقرب إلى الله من المشايخ. لا تظن أن المشايخ خير منك، فينا من الذنوب ما فينا، لعلك أفضل منا ودعاءك مستجاب، فالجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء، إنه رب كريم. فالعاقل عباد الله لا يتوانى ولا يستقل بأمر الدعاء. إياك أن تستقل بهذا السلاح العظيم، إياك أن تقول ليس معي شيء أقدمه، قدم الدعاء. إن لم تستطع أن تقدم المال لإخوانك المستضعفين والفقراء والمساكين، فقدم لهم الدعاء، وربما دعاؤك ينفع أكثر من كل الأموال. إياك أن تستحقر الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل. أنت تسأل الله عز وجل، استكثر في الدعاء، إياك أن تتقلل. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، لا تقول يا رب أنا مهم أفوت أول الجنة، لا، اسأل الله الفردوس الأعلى، الله كريم، وانت بالك فت الجنة يعني بسواد عيونك، ما هي رحمة من رب العالمين، فاستجلب رحمة الله عز وجل. بل الأعظم من ذلك أن الله عز وجل يغضب عليك إن لم تسأله. تخيل كريم يقول لك إذا تطلبش مني بزعل عليك، بهذا المعنى بالعامية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فالزم مساءلة الإله، فإنما في فضل رحمة ربنا نتقلب. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أجاب دعاءهم، وممن دفع عنهم الكروب، وحصل لهم كل مطلوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، استغفر الله إنه غفور كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا عباد الله الأدلة على أن الله عز وجل جعل الدعاء سببا للإجابة، والآن نذكر الأدلة التي جعل الله عز وجل الدعاء أصلا من أصول الإسلام، وقاعدة من القواعد، وركن من الأركان التي لا ينفك أحد من الناس عنها ولا حتى الأنبياء. أولا الفاتحة، تعلمون أن الله عز وجل أنزل كتبا سماوية على الأنبياء، منها ما حرف ومنها ما بقي كالقرآن، وتعلمون أن أعظم الكتب السماوية هي القرآن الكريم، وأعظم سورة في القرآن الكريم الفاتحة. هذه الفاتحة من أولها إلى آخرها دعاء، إذن ما أهمية الدعاء في الإسلام؟ حسبكم بذلك. ثانيا جعل الله عز وجل في الفاتحة آيتين هي ركن الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة هي الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. فعندما تقول إياك نعبد أي إياك ندعو، وإياك نستعين، والاستعانة هي طلب العون، إذن فهي أيضا من العبادة. انظروا التركيز على العبادة. ومن الأصول أيضا ومن الأدلة أن الله عز وجل لا يتقبل صلاة عبد إلا بالفاتحة، من أهميتها، كأنه يقول لا يتقبل الله صلاتك إلا أن تدعو الله عز وجل بالفاتحة. وكذلك الصلاة التي هي ركن أساسي من أركان الإسلام هي اسمها الصلاة، يعني الدعاء في لغة العرب. فالصلاة التي هي الركن الأساسي من أولها إلى آخرها دعاء بقسميه،
دعاء يسمى دعاء العبادة أو دعاء المسألة. دعاء العبادة أنك تفعل الصلاة رجاء الثواب، فلسان حالك ليس لسان مقالك، لسان حالك يقول يا رب تقبل، يا رب ارزقني الثواب، يا رب اجعل هذا من الحسنات كذا وكذا. وهناك دعاء المسألة وهي أن تطلب الله من الله عز وجل مباشرة بلسانك، وهذا فيه في تسع مواضع من مواضع الصلاة، ليس هذا مكان بسطها. فالصلاة من أولها إلى آخرها دعاء. عباد الله، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن لم نخلق إلا لعبادة الله. وإذا مر معنا قبل قليل الدعاء هو العبادة، إذا ضع مكان العبادة أيضا الدعاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليدعون ويطلبوني ويسألوني. ولهذا قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع إلا من أطعمته. سادسا، ترتب الغضب على ترك الدعاء يدل على أهمية الدعاء. سابعا، لا يوجد نبي من الأنبياء إلا ولجأ إلى الدعاء. آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاستجاب الله لهم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويونس ذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تريد أن يستجيب الله عز وجل لك، سارع في الخيرات والبركات والحسنات، تصدق قبل أن تدعو أو بعد أن تدعو سيستجيب الله عز وجل. وموسى إذ دعا الله بأنه إلى ما أنزل إليه من خير فقير، فاستجاب الله عز وجل له. وسليمان إذ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله له. وداود لما علم بامتحان الله عز وجل له فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينفك النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في كل لحظات حياته. كل ما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يجدونه يصلي عند الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله له. ودعا عندما وضع عليه سل الجزور، دعا على قريش وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف أو أبي ابن خلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. سلاح الدعاء. وإذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف وهو عائد من الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، اللهم لك العتبة حتى ترضى، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستجاب الله له، فبعث إليه ملك الجبال وخيره أن يطبق عليهم الأخشبين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فاستجاب الله له مرتين. ثم استجاب الله عز وجل له يوم بدر، حيث كان عدد المسلمين 300 وعدد الكفار 1000، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، فما زال يستغيث ربه ويدعو حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده إليه وحضنه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فتوبوا عباد الله إلى الله واستغفروه إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
نعلم. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن غيثا مغيثا سحا كريما طيبا صيبا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اننا نعلم اننا نملك من الخطايا ما انت به عليم. اللهم انا نستغفرك من ذنوبنا وخطايانا. اللهم انزل علينا المطر. اللهم انزل علينا الغيث. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا انك جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانت اخي يا مقيم الصلاه اقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله.